الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. دكتور أشرف، أهلا بك. لو تضعنا في صورة الوضع، وضع المنظومة الصحية في قطاع غزة اليوم، وقد مر 45 يوما على هذه الحرب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يسلم شعبنا الفلسطيني من العدوان الصهيوني ومن التطهير العرقي الذي يقوم بالاحتلال الإسرائيلي لليوم 45 على التوالي. بدأ هذه الحرب بشكل مباشر على حربه على المنظومة الصحية، حيث أفقد المنظومة الصحية كل المقومات الصحية، وأفقدها أيضا الوقود، وكذلك أيضا حرمها من المساعدات الطبية، وبالتالي أحدث حالة انهيار ممنهجة ضد المنظومة الصحية. ثم بعد ذلك قام باستهداف مركز لكافة المؤسسات الصحية. رصدنا حتى اللحظة استهداف 160 مؤسسة صحية، أخرج 28 مستشفى عن الخدمة، وكذلك 63 مركز للرعاية الأولية أيضا أخرج عن الخدمة. تم تدمير 60 سيارة إسعاف واستشهاد 220 من الطواقم الطبية وإصابة ما يزيد عن 500 من الطواقم الطبية. كل هذا جعله الاحتلال الإسرائيلي في هدف مستباح له، وصولا إلى حالة التدمير المباشرة لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الأندونيسي الذي الآن يقوم بعملية موسعة ضد هذا المستشفى. الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى شن حرب إعلامية موسعة ضد المستشفيات، وكذلك أيضا رفع مستوى الحرب والأكاذيب لوجود أنفاق أو لوجود مقاومين أو لوجود عمل داخل عدائي داخل هذه المستشفيات. ونحن أكدنا مرارا وتكرارا بأن هذه المستشفيات هي مؤسسات إنسانية تقدم خدماتها الصحية وفق المعايير الدولية، ولا يمكن أن نسمح لأي أحد من استخدامها لأي شيء غير صحي. ولكن الاحتلال الإسرائيلي كما قد صعد الحملة الموجهة والمكذوبة ضد المنظومة الصحية، وجيش كل وسائل الإعلام القذرة التي تلف خلف الاحتلال وتتبنى مواقف الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها الوكالة الأمريكية، حتى وصولا إلى استهداف المستشفيات وتدمير داخل المستشفيات ومحاصرة مجمع الشفاء الطبي. واليوم يرتكب مجزرة جديدة في المستشفى الأندونيسي، والآن يحاول محاصرة المستشفى وإطباق الخناق عليها وتهديد كل من في داخل هذا المستشفى ووضع الجميع تحت دائرة الاستهداف والموت المحقق. هناك أكثر من 200 من الطواقم الطبية في المستشفى الأندونيسي، هناك نحو 400 من الجرحى، وتم قبل قليل إخلاء 100 من الجرحى وبقي 400 حتى هذه اللحظة، وهناك ما يزيد عن 2000 من النازحين أيضا لا زالوا في داخل المستشفى الأندونيسي، كلهم الآن يواجهون خطر الموت بسبب الاستهداف المركز للمستشفى في داخل المستشفى وداخل المباني ومحيط. هو ما حدث في الشفاء يحدث الآن في الأندونيسيا دكتور أشرف؟ بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي يريد إنتاج هذا المسلسل بعد اقتحام المجمع الشفاء الطبي، يحاول إنتاج هذا المجمع هذا المستشفى من جديد في داخل المستشفى الأندونيسي، يقوم بعمليات تجريف حول المستشفى، عملية تدمير للبنى التحتية. الآن يحاول اقتحام مستشفى الأندونيسي. حاولنا التواصل مع كافة المؤسسات الدولية، ولكن للأسف حتى اللحظة هذه المؤسسات لم تقم بدورها الوظيفي والأخلاقي لحماية مستشفى الأندونيسي، كما لم تقم بحماية مجمع الشفاء الطبي، كما لم تقم بحماية أيضا مستشفى القدس، وكما لم تقم بحماية مستشفى المعمداني الذي ارتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي أيضا مجزرة مروعة راح ضحيتها ما يزيد عن 500 من الشهداء.